المجلس التشريعي الفرنسي هم واخذينها من المغرب والمغرب واخذتها من المجلس التشريعي الفرنسي اللي ابتدى هذا المشروع اللي هو التدبير الحر. قال التدبير الحر لا يعني استقلالية في القرار. هذا المجلس التشريعي الفرنسي اللي خذوه المغرب والمغرب خذتها تونس وتونس خذتها ليبيا، يعني كبي بس مواد قاعدات واضحة. فإذا هذه المواد ما تنفعش وضعيفة وركيكة وما تأديش غرض. وكل الليبيين والمؤسسات المجتمع المدني وخاصة في برقة رفضوها. وإذا اللامركزية الموسعة هذه كلمة حق أريد بها باطل في الدولة المركبة. الكلمة اللامركزية الحقيقية هي النظام الاتحادي الذي يعطي صلاحيات حقيقية ويوزع سلطة الشعب اللي حكوا عليها زمان. هذه هي سلطة الشعب لأنها سلطة فعلية وحقيقية، مش فلان حطه وفلان حوله من عند طرابلس والمؤسسات والقرار السياسي والدنيا كلها عندك. إذا هذا الأمر الآخر، نقطة أخيرة في المادة 198 في نفس المسودة متاعها، مش كاتبين أن هذه المسودة هذه جميع الدساتير تصبح ملغية. يعني ما عادش تقدر ترد الدستور 51 مجرد ما تستفتى أنت احترفت بالمسودة وقطعت خط الرجعة قانونيا ودستوريا على العودة الدستور 51. يعني مسألة أنك جرب أربع سنوات وعدل كيف ما قال لك سيد الدكتور عيسى، ما تعدل بعد خمس سنوات. بعد خمس سنوات شنو يدي لك يا استاذ محمد؟ نقطه اخيره في التعديل، لا يعدل هذه الدستور الا بعد مضي خمس سنوات. شوف جوك انت بعد يمسكك بمواد دستوريه مركزيه ظالمه خمس سنوات ويفصل عليك وانت تلبس ويضربك بالشرعيه، ما عادش تقدر انت تدير شيء، خلاص عظم الله اجرك. يبقى هذه مسوده مركزيه مدستره بالظلم، وهذه مرفوضه يا سيد الضوء جميعا. وانتوا راكم مش مدافعين على هذه المسودة، انتوا كتب كتبتوا مسودة فشلتوا في 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 إدارة في قدرة على كتابة. دكتور